الكبيرة التي اقترحتها الرئاسة المغربية هي يعني جاءت في وقتها بكل صراحة، لأن هناك قرار للأمم المتحدة كي يراجع المجلس وضعه المؤسساتي، بمعنى طريقة اشتغاله، بمعنى هل هناك يعني فعالية في اشغاله، وكذلك وضعه في المنظومة الدولية ككل على وجه الخصوص في منظومات الأمم المتحدة. فكان هذا القرار اتخذ منذ ما يعني يناهز 13 سنة، وكان نوع من الجمود في التعاطي لهذا الموضوع لعدة اعتبارات لن ندخل في التفاصيل، ولكن الرئاسة المغربية أخذته من أولويات رئاستها، والآن يعني الرئاسة عينت عدد من المسؤولين على وجه الخصوص بعض السفراء لمساعدتها في التعاطي لهذا الورش المؤسساتي المهم من لجعل عقلنة أشغال المجلس. لما نقول عقلنة أشغال المجلس يجب أن نعرف أن المجلس غاص بالتقارير، غاص بالأنشطة، غاص كذلك بعدد من يعني الحوارات التي تجري وتجعل في بعض الأوقات صعوبة لأن يكون في الفعالية المطلوبة منه. لذلك نحن كرئاسة مغربية انطلقنا في هذا الورش من أجل يعني حوار داخل أعضاء مع أعضاء المجلس وغيرها، لأن هناك أطراف أخرى كالمجتمع المدني كخبراء حتى يلبون يعني يتقدمون بآرائهم في الموضوع. ونتمنى إن شاء الله في ظل رئاسة المغرب أن نأتي باقتراحات ملموسة وواضحة في هذا الباب. هذا لا يبغي نقول الشق المؤسساتي. هناك شق آخر كما ذكرت سابق، وأننا يعني كرئاسة مغربية اقترحنا على وجه الخصوص يعني مسلسلين. المسلسل الأول كما اقترحت من قبل، كما شرت إليه من قبل، وهو أن تكون ذيك المقاربة المتوازنة بالتركيز على ثلاث مواضيع اللي اعتبرناها أساسية، يعني وهي الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي. ربما ما عندناش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل، ولكن بصفة مرتبطة، ونحن على في صداد تقديم كذلك مقترحات للمجلس كي يتفاعل أكثر، لأن هناك كما قلت يعني ناقص الخطر فيما يتعلق بهذه المواضيع اللي هي أصبحت اليوم يعني تقلق العالم برمته وعلى وجه الخصوص دول الجنوب. الشق الثاني في هذا يعني المقاربة الموضوعية اللي وهو التكنولوجيات الحادثة وتداعيتها والذكاء الاصطناعي وتداعيتهم على يعني التمتع بالحريات وبحقوق الإنسان.